كفر التشريع يستحقر أو يستصغر لكونه يتعلق بقضية جدا ثانوية. سمعون بعض الناس يتحكمون ببعض أحكام الله، أنه طبتك إلى مثلا الخلاء باليمين لو بالشمال، شنو هذا الحكي؟ وقد شاع قضية علماء وفقهاء الحيض والجنابة والنفاس وغير ذلك، شنو هذا؟ أبدا لا تقاسوا الأمور بهذه الكيفية، لأن عظمة هذا التشريع يرجع إلى ماذا؟ عظمة المشرع. طالما الأمر صادر من العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فإن التنكب عنه والاستخفاف به هو استخفاف بالله سبحانه وتعالى، مهما كان الحكم جزئيا فرعيا قليل الأهمية بنظره. هذا اللي يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يتكلم عن وجود فأرة سقطت في خابية سمن أو زيت، فيقول له الإمام بأبي هو وأمي لا تأكله، هذا ما صرفته إياه. فقال له، ماذا قال الرجل؟ الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي. السمن بوقتها فتشي ثمين، فأرة وقعت بي، أنا أقوم أريق هذا الطعام وأمتنع عنه؟ انظروا ودققوا في إجابة الصادق سلام الله عليه، حذار من أن نكون كذلك الرجل. إياكم ومحقرات الذنوب، استصغار والاستخفاف بأحكام الله. فقال سلام الله عليه، إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك.